انضم الينا عبر سكايب من نيو جيرسي الامريكيه الدكتور هشام نشواتي، اخصائي الصحه العامه والعنايه العاجله واستاذ الاداره والتشريع الصحي بكليه الطب بنيويورك. دكتور، يعني السؤال ربما او الكلمه السحريه اليوم التي يتم ترديدها في كل مكان هي هيدروكسيكلوروكين، لاي درجه ما قاله ترامب البارحه طبيا وليس سياسيا ولا على اي مستوى اخر هو أمر جيد، أم أن الموضوع هو فقط محاولة لتطمين يعني المواطنين الأمريكيين؟ يعني شكرا استضافتي. أولا أهلا بك. صراحة أنا أظن أنه الرئيس الأمريكي لا يحاول خداع الشعب الأمريكي، ولكن طبيعته هو ارتجالي. أنا أظن كان من الواجب عليه أن يعني يتأكد من صحة المعلومات أو يتأكد من كيفية صياغة جملته للشعب الأمريكي. هل هي معلومة غير موضوع صحيحة دكتور أن الكلوروكين دواء علاج الملاريا طبعا يعني يصلح بشكل جزئي على الأقل لعلاج المصابين بكوفيد 19 أو بفيروس كورونا؟ يعني ليس هناك أدلة علمية طبية صحيحة نستطيع أن يعني نجزم فيها، نعم. ولكن عندما الأطباء عندما يواجهون حالة مستعصية وليس لديهم أي وسيلة للعلاج، وعندما يسمعون أن هناك مجموعة أطباء جربوا دواء معين في بلد معين، فنحن نتعلق بهذه القشرة نحاول أن يعني نطبقها، نحاول نعطي يعني المريض الجرعة الأخيرة من يعني الاستفادة لعله وعسى يستفيد. طبعا القاعدة الأولى بالطب أنا بقولها على طول دائما do no harm، يعني لا تأذي المريض، لا تعمل أي شيء يؤذي المريض. فطالما الدواء لم يؤذي المريض وتم تقديمه تحت إشراف طبي فما المانع؟ لعل وعسى هناك يعني بعض الفائدة، ولكن طبيا وعلميا لا نستطيع ان نجزم هناك فائده الا اذا اجرينا دراسات تجارب طبيه بحثيه وتكون كبيره، اعداد كبيره من المرضى بالالاف، وتكون هناك مقارنه بين المجموعه التي تتلقى العلاج والمجموعه الاخيره تتلقى العلاج، صحيح. وتحري الفائده الطبيه، وهذا طيب، سيستغرق حوالي سنه سنتين او ثلاثه احيانا. بالحديث عن المدد، اليوم ترامب فجر مفاجأة من نوع آخر أنه يحاول أو يريد أن يفتح البلاد أو ينهي يعني هذا الإغلاق الحاصل في الولايات المتحدة كما هو حاصل طبعا في بلدان أخرى بعد نهاية عيد الفصح. لأي درجة هذا الكلام واقعي؟ يعني أنا متفاجئ صراحة، ولكن ما تعودنا نحن الشعب الأمريكي على ارتجالية الرئيس ترامب. يعني هو ارتجالي لحد بعيد، احيانا يعني يتخذ قرارات بدون رجوع الى خبرائه. انا متاكد تماما انه سيندم عن هذا القرار ويستنى الرجوع عن هذا القرار قريبا، لان اعداد الاصابات ستزداد من الان حتى يعني اول نيسان او منتصف نيسان، وهذا يعني على الرغم من يعني عمل الحجر الصحي بامريكا على معظم الولايات. طيب دكتور، يعني ايضا تفضل. يعني الطقس لن يساعدنا، الاصابه في هناك اصابات لم يتم تشخيصها لان هناك عدد كافي من هنا أود أن أطرح سؤال ربما يعني أكثر يعني صلة بعملكم اليومي. لأي درجة الولايات المتحدة قطاعها الصحي يستطيع يعني تحمل زيادة في أعداد المصابين؟ نحن لا نتحدث طبعا هنا عن مصابين بأعراض طفيفة أو متوسطة، نتحدث عن مصابين بأعراض يعني شديدة خاصة من كبار السن ومن أصحاب المناعة المنخفضة. هل توجد أجهزة تنفس اصطناعي كافية مثلا لاستيعاب يعني هذه الإصابات، أم أن الأمر متروك مرة أخرى للقطاع الصحي الخاص؟ حتما، يعني حسب معلومات اللي تردني من عبر يعني واتساب جروب الاطباء الاسعاف لزملائي اطباء الاسعاف، بان يعني السبت الاحد الماضي يعني تم ابلاغنا بان
معظم وحدات العناية المشددة والمنفسات الاصطناعية تمت استخدامها لمستوى الإشباع. يتم ناول الأطباء يعني بنقل المرضى الذين يحتاجون منفسات خارج ولاية نيويورك. تم الحاكم ولاية نيويورك تم يعني اختار للحكومة الفيدرالية. أنا أظن سمعت إنه أحد يعني مصادر موثوقة أن سيتم تحريك الجيش نعم وسيتم يعني فرز فنتليترز يعني منفسات اصطناعية اليوم يعني امبارح أو اليوم. وطبعا عندي زملاء يعني أطلعوني أنه يتم بناء مشافي ميدانية صحيح، وصنع حتى وهذا إشباع ما وحتى أظهره ولاية يعني نيويورك منذ لحظات طالع يعني تقرير زميلنا نبيل أبي صعب من نيويورك بإنشاء مشفى ميداني كبير. دكتور هشام نشواتي من نيو جيرسي، أخصائي الصحة العامة والعناية العاجلة وأستاذ الإدارة والتشريع الصحي بكلية الطب نيويورك، شكرا جزيلا.